بسم الله الرحمن الرحيم. نحكي لكم في محاضرة اليوم بعض أمثلة على استخدام الديكشنري. من الأمثلة اللي راح نعملها كان اللي هو الواجب اللي كان معاكم، بس نحل المرة هي بطريقة الديكشنري. خلينا نعمل نيو بايثون فايل اللي هو عملية كاونتينج للنيمز. من عند كل اسم كم مرة تكون، هاني عندي ملف الأسماء: عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحمن، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الله. عندي الاسم الأول كم مرة تكرر. في النهاية النتيجة كيف بدي أقطعها أو كيف بدي أرجعها أو كيف بدي أحفظها؟ تكون في ديكشنري. في ديكشنري كل كي هو اسم، مثلا عبد الله بيكون هو الكي، والفاليو تبعته عدد، مثلا 5 فاصلة، فلان العدد 6، فلان العدد 0، فلان العدد 1، وهكذا. هيك بيكون الراجع. ف وين بدي أكون أخزن شغلات على شكل كي وفاليو يا جماعة؟ إشي وعددها، إشي وطولها، إشي ورقمها، إشي و... فاهمين علي كيف؟ هذا كله بستخدم فيه كي وفاليو، طريقه الكي والفاليو اللي هو يعني ديكشنري من الاخير. ففي هذا السؤال انا بدي اجي هالجيت هان، في هذا السؤال بدي اكتب كود. يقرا اول شيء الملف، بدي افتح الملف اول حاجه. كيف نفتح الملف يا جماعه؟ بنقرا، بنعمل اف هاند. اف هاند ايش بيساوي؟ اوبن، بنعطي له مين؟ اسم الملف. ايش اسم الملف عندنا؟ هي يا بنسخه زي هيك، يا هو موجود عندي في الدايركتوري جنبه، فمباشره اسمه assignment dot text. تمام، هيك انا قرات اسم الملف. خلينا نفتحه بالانكودينج. طبعا هو ريدينج، هو الديفولت، في داعي احدده. نحط الانكودينج انه في اسماء عربي UTF-8. هيك انا فتحت الملف عشان اتاكد بس. بدي اقول له برنت الاف هاند دوت ريد عشان اتاكد انه قرا كل الملف. تمام، شوف فعلا هي قراءة الملف. تمام، الان بدي اقراهم سطر سطر، بدي ارفع عليهم سطر عشان اخذ. فبدي اقرا بالطريقه الثانيه: فور لاين ان اف هاند. ايش اسوي؟ لكل لاين في الاف هاند بدي اقرا واعمل له سبليت عشان اخذ الاسم الاول. فالاسماء منفصل عن بعض بايش؟ بسلاش ان. يا جماعه ملاحظين؟ بسلاش ان. فعندي صار الاسم الاول. طيب كل اسم، الاسم الاول هذا مثلا، اول اسم عندي عبد الله مفصول عن اخوه مين، عن اسم الاب بسبيس. فبدي اعمل سبليت، فبدي اقول لاين دوت سبليت على السبيس يعني، واخذ مين؟ اخذ اول واحد اللي هو الصفر، اللي هو اسم عبد الله، اللي هو مين؟ هذا هو الفيرست نيم، بنسميها الاف نيم. هذه الفيرست نيم عشان نتاكد من شغلنا شغال صح ولا لا. بدي اقول كل مره اطبع مين؟ اطبع بس الاف نيم. نتاكد هل كل مره بطبع عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحمن، وهكذا. واضح؟ نشوف ايش طبع في الاول. ممتاز، اذا هيك صار عندي الاف نيم بس لكل واحده منهم، الاف نيم لكل واحده منهم، لان هو هذا اللي بدي اعده. طب عشان اعده وين تخزن؟ تخزن في كاونتر. بدنا نعمل ديكشنري كاونت بتساوي ديكشنري فاضي كاونت الاسماء، لان الاسم هذا بدي اعده. كيف بعده؟ بدي اقول له اعمل لي جيت، بدي اقول له روح لي على الكاونت دوت جيت. جيت ايش؟ جيت اللي عند الكي. انا بدي اخزن عند الكي، عند الكي هذا بدي اخزن مين؟ عند النيم، عند الاف نيم بدي اكون مخزن الرقم. اذا جبت رقم، اذا لقيت الاف نيم مخزن رجع، ما لقيتش رجع صفر، يبقى الكاونت بكون صفر في الحاله، واجمع عليه واحد. اذا لقيته اجمع عليه واحد، واذا ما لقيته رجع صفر واجمع عليه واحد. وهذا الكلام اللي خزنه وين؟ خزنه في الكاونت اوف النيم بيساوي كذا. الان او الاف نيم ايش تسوي هذه يا جماعه؟ للي مش فاهم، في عندي ديكشنري في الاول فاضي، هاي الديكشنري في البدايه فاضي. بقول له روح اقرا لي من الديكشنري، جيب لي جيت وين الكي بيساوي الاف نيم اللي هو اول مره عبد الله. هل حيرجع؟ هل حلاقي؟ لا، حرجع صفر. بقول له ماشي، روح حط في الديكشنري عند الكي اللي اسمه عبد الله خزن الصفر زائد واحد. شو بتخزن هنا؟ لقيت واحد. فشو بتخزن هنا؟ هيك بتخزن واحد. تمام، كويس. بعدين عبد الرحمن، تروح جيب لي المكان اللي فيه عبد الرحمن، قديش القيمه اللي خزنها؟ عنده مش حلقه حدا عند عبد الرحمن. بقول له تمام، رجع صفر واجمع واحد. قديش صارت القيمه هذه؟ صارت واحد. وروح حط عند عبد الرحمن القيمه الجديده اللي هي واحد. بعدين عبد الرحمن كم مره، روح جيب لي القيمه عند عبد الرحمن، قديش قيمتها؟ مش حرجع صفر، حرجع واحد، لانها موجوده عبد الرحمن في كيس مع عبد الرحمن. اقول له اجمع لي واحد وخزنها. واضح؟
هيك انا خزنت عند كل اسم، هيك انا خزنت عند كل اسم مين؟ القيمه الرجليه. نتاكد من الكلام هذا، كيف نتاكد من الكلام هذا؟ دوله في الاخر او خلينا كل مره اطبع لي الكاونت، شوف هل الاسم بتغير، هل الكاونت بتغير كل مره، شوف قيم الكاونت كيف راح تتغير مع الوقت. وبديش اطبع مين طبعا، اني خلاص بكفي تطبع وجه الكاونت، شوف كيف تغير الاسماء. شوف هذا، تعال نتاكد من كلامنا انه صحيح. الان هاي عبد الله، خلينا نفتح الملف عشان افرجيك كيف هو اشتغل. هاي او مش هيك، لا هاي هيك، ونفتح الملف هذا تبعنا open in terminal explorer. نفتح الملف الكود جانب والهذا جانب، هاي هذا وهاي الكود تبعنا. اول حاجه ايش قرا عبد الله؟ طبعا احنا شغلنا الاسم الاول، هاي عملنا سبليت على الاسم الاول، بس اخذنا الاسم الاول احنا، بس اخذنا الاسم الاول منه، عملنا سبليت لكل سطر باي سطر، اخذ الاسم الاول. بعدين قلت له عندي الاسم الاول واخذ مين؟ جيبه موجود، جيبه مش موجود رجع صفر، فرجع صفر اذا مش موجود. زائد واحد عبد الله واحد، بعدين صار عبد الله وعبد الرحمن واحد واحد، بعدين صار عبد الله وعبد الرحمن صار اثنين. ليش صار اثنين؟ ما عملش اليمنت يجي لعبد الرحمن لانه موجود عبد الرحمن، وهي نفس الحاجه صار ثلاثه، لانه عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن. عبد العزيز ممتاز، عمل له كيو فاليو جداد، او هو بالتحديد مش عبد العزيز، سماه عبد، فيها سبيس، واضح؟ تمام، شغال حلو، شغال كويس. هذا عبد الله نفس الحاجه، صاروا اثنين هالجيت، عبد الله صاروا ثلاثه، عبد في سبيس الله راح زود على مين؟ على العبد، ها العبد اللي زوده، واضح؟ لانه في سبيس يعني. متفقين احنا وهكذا. كم اسم عندي؟ صاروا الاسماء كم اسم عندنا مختلف؟ طيب عشان نتاكد انه عدنا صحيح، في الاخير بعد ما خلص عد تلاقي زكريا لقى مره واحده، نتاكد هل زكريا بس موجود مره واحده؟ هاي كنترول اف، هاي فايند زكريا. كم مره زكريا موجود؟ مره مرتين، بس مره واحده كاسم اول، مره كاسم اب ماليش دعوه دخل فيه. يوسف شوف كم مره موجود كاسم اول، كاسم كفيرست نيم، هاي مره مرتين ثلاث اربعه، هذه بس كاسم جد بديش اياها، كعائله بديش اياها، كجد بديش اياها، كم مره اسم اول بس هي الاربعه مرات شفنا قبل شوي، يبقى العدد تبعنا صحيح. تمام، يبقى انا في النهايه لو طبعت اخر اللوب مره واحده بس قلت لك اطبع لي الكاونت، هي اعداد الاسماء اللي عندي، واضح؟ هي اعداد الاسماء اللي عندي كاسم اول بس، كاسماء اولى، واضح يا جماعه؟ هاي هذا اول مثال ممكن نحكي عنه على مثال في موضوع الديكشنري، استخدام الديكشنري. لان احنا هنا استخدمنا الجيت يا جماعه، صح؟ سهلت علينا كثير. لو بديش استخدم الجيت بدي اضطر انا اشيك بنفسي بالاف انه هل العنصر موجود او لا. يعني هلا لو بديش استخدم الجيت بدي اعمل هيك مثلا، بدي اجي اقول له هان، بدي اقول له اف النيم الاف نيم هذا ان الدكشنري اللي هو ايش يسمى الكاونت، اذا كان موجود في الدكشنري يعني في قيمه له، وقتها اروح جيبها، جيب القيمه هذه واجمع عليها واحد، وقتها اروح جيبها. كيف يجيبها؟ بدي اقول له الكاونت اوف الاف نيم، زائد يساوي واحد. إلس اذا مش موجوده بدي انشئها من جديد، إلس مش موجوده بدي انشئها من جديد، فايش بدي اقول له؟ مباشره الكاونت لانها مش موجوده اوف الاف نيم بتساوي قديش؟ الكاونت اوف الاف نيم بتساوي زائد او بتساوي واحد، لانه مش موجود لسه، اول مره الاقيه، فواحد بس قيمته لقيت، لان هذا مش موجوده، واضح؟ شوف نفس الشغل، ممتاز. يوسف اربع مرات مضبوط، عدناها قبل شويه، اذا نفس النتائج، تمام هيك، واضحه يا جماعه؟ هذه السطرين كنا قاعدين نختصروا ايش؟ كنا قاعدين نختصروا بسطر هذا واحد بس، بالجيت فقط. لا لو بدي، لو قلت لك جيب لي اسم محمد كم مره متكرر، بتقول بريد كاونت اوف كلمه محمد، كاونت اوف كلمه محمد، شوف كم مره محمد موجود، 34 مره محمد موجود كاسم اول، 34 مره كاسم اول طبعا. او نيجي مثلا نحكي على زكريا كاسم اول كم مره موجود؟ مره واحده زكريا، مره واحده كاسم اول موجود، وشفناه قبل شويه، واضح؟ هذا مثال على الموضوع، نشوف عندنا كمان مثال اخر على الموضوع. طيب الان لو قلت لك هل هاي الاسماء بدي تجيب لي مين اكثر اسم متكرر؟
لان كلهم احنا مخزنين عندنا في هذا في الكاونت، كل واحد قديش متكرر، بتضل اعرف كل اسم او الاسم اللي متكرر اكثر حاجه، بتدلف عليهم كلهم، بتدلف عليهم فور لوب، بقول فور فور سمول لتر، فور كي اللي هي الكي والفاليو، بنسميها كي وفاليو، هيك بنسميها كي وفاليو، وين موجودين؟ ان الكاونت، بدلف عليهم واحده واحده، كل مره اللي بلاقيها اكثر من الثانيه بتكرر بخزن القيمه الاكثر، ماشي؟ اللي هو الموست فريكوينت نسميه توب كي، التوب نيم، التوب نيم اكثر اسم متكرر، توب نيم. انيشالي فيها صفر او 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 اي حاجه مش متكرره، ماشي؟ او التوب كي اول اسم مثلا اللي هو او صفر، خلاص خليها صفر، ماشي؟ لما بدرف عليهم ده اقول اذا كان اف الفاليو اكبر من التوب نيم، اكبر من القيمه المتكرره، قديش متكرره، نشوف قديش التوب فريكوانسي، التوب فريكوانسي بتساوي زيرو انيشالي، يعني الاسم الاقوى اكثر حاجه متكرر صفر انيشالي. اذا كان الفاليو اكبر من صفر، اكبر من التوب فريكوانسي، وقتها حط لي في التوب نيم، في التوب نيم حط القيمه اللي هي اللي لقيناها، اللي هو مين؟ الكي، الاسماء مخزنه عندك كي، صح؟ وفي التوب فريكوانسي بتساوي مين؟ بتساوي الفاليو تبعته، الفاليو. هيك حيضل يلف، كل ما يلاقي قيمه اكبر من القيمه الحاليه كفريكوانسي بيخزنها، تمام؟ لما يخلص بقول له اطبع الكي والفاليو، او اطبع التوب نيم، او اللي هو التوب نيم، التوب نيم والتوب فريكوانسي. اعتقد هيطلع معنا محمد، كان مكرر 34 مره، شوف اذا في اسم متكرر اكثر من محمد او لا. لان نشغل اللي فوق هاي فيش عمر طباعه، تمام؟ هذول هم بعده، وهذا بتشوف من اكبر واحد فيهم. شغل ايرور، ايش قلنا الايرور؟ تو ماني فاليوز، وين الايرور هذا؟ هان. اسمه كاونت فور كي وفاليو، مش ان كاونت، ان كاونت دوت ايش يا جماعه اللي ترجع لك الفاليو؟ الايتمز، حكينا عنها المحاضره الماضيه. هي اذري بترجع لي الكي والفاليو، صفر وصفر، في مشكله هان. اذا كان الفاليو اكبر من التوب فريكونسي، طبعا انه ما دخلش ولا مره. اذا كان الفاليو شو هاي؟ هاي تساوي، هاي تساوي، مش تحطين هاي تساوي. فمحمد طبعا التوب نيم والتوب فريكونسي، هنا نطبع التوب نيم والتوب فريكونسي. محمد بتكرر اكثر حاجه، ومتكرر 34 مره، 34 مره كاسم اول، فعلا زي ما توقعنا. طيب لو بدي اقل اسم متكرر، حيطلع معنا اسم ما متكرر مره واحده، بدقق بهاي الاصغر واحطها قيمه كبيره، هذه عشان اعرف اكثر اسم قديش هو متكرر. واضحه يا جماعه هاي؟ طيب نعمل مثال اخر، انه اليوزر يدخل اسم الطالب ورقمه الجامعي، وين خزينه في الدكشنري، بعدين بدي اصير ابحث على رقم الجامعي مين الاسم تبعه، او على الاسم مين الرقم، واضح كيف بده يكون شكل الدكشنري؟ الكي هو الرقم الجامعي، والفاليو هو الاسم تبعته. فبنعمل مثال جديد، سمي ستودنت، ماشي؟ فاول شيء بنعمل فور لوب عشان نسمح الشخص يدخل كده بده. فاول شيء بنعرف الشخص كم اسم بده يدخل، فبدنا نقول له انبوت انتر النمبر اوف ستودنت، عدد الطلاب اللي بده، عدد الاسماء اللي يدخلها، وهذا نخزنه طبعا، ناخذه كانتجر، هذا الكلام ناخذه منه كانتجر، راح ندخل رقم ونخزنه في ايش؟ في الستودنت نمبر، نسميه زي هيك نمبر، بيساوي هذا الكلام. لان لف فور لوب فور اي ان رينج اوف ان نمبر، هاي الستودنت نمبر اللي دخلها، كل على هذا العدد من الطلاب اللي هو حيحدده بدي الف الفور لوب هاي، بدي اقول له ايش؟ لف، بدي اقول له كل مره يطلع له يدخل اللاين بده يساوي ايش؟ اللي حيدخله انبوت، الواحد اللي حيكون اسم انتر الستودنت نيم، وايش كمان؟ فاصله الستودنت اي دي رقم الجامعي،
هذا اللي حيدخله بدي اعمله سبليت حسبين حسب الفاصله، بدي راح اقول له ايش الاف نيم اللي هو النيم وال النيم وال وال والاي دي بيساوي اللاين دوت سبليت على اي اساس؟ على اساس الفاصله. هيك بصير مخزن عندي يمين، نتاكد انه حيكون انه هذا الكلام صحيح، نجي نطبع النيم والاي دي كل مره حسب قديش بدخل برنت النيم فاصله الاي دي، دخل بقول لي انتر النمبر اوف ستودنتس، بدخل ثلاث طلاب، قال لي انتر نيم الستودنت، هذا اسمه احمد فاصله رقم الجامعه 1 2000 هيك مثلا الرقم كذا كذا كذا، طبعا اللي هي احمد ورقم كمان طالب، في عندي محمد ورقمه كذا 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 كذا، ممتاز. دخل اي اسمين، ضل الاسم الثالث علي فاصله رقمه كذا كذا كذا، تمام خلص يبقى هيك شغاله، هيك هو شغال. ننظر عليه اخزن النيم والفاليو وين؟ في الدكشنري، بدل ما اطبعهم تخزنهم في الدكشنري. فبدي اقول بدي اعرف الدكشنري هان فاضي في البدايه، النيمز نسمي النيمز بيساوي الدكشنري، بيساوي الدكشنري، بدي اقول هان كل مره الكي، الكي هو الاي دي، فبقول له النيمز اوف الكي في الاي دي بيساوي النيم، تمام. هيك انا بضمن بعد ما تخلص هذا اللوب، لو جيت طبعت هان في الاخير، لو جيت طبعت هان النيمز اللي هي الدكشنري اللي عملناه، المفروض تطبع لي كل اسم جنبه قد رقمه الجامعي. كم طالب عندي؟ بدي اقول له بداخل اثنين كذا كذا هذا الاسم وفاصلة هي الرقم تبعه، أي اسمه فاصلة هي الرقم تبعه 100%، هاي كل رقم وجنبه الاسم، زينك شغالين هيك الأمور تمام. الآن بدي أقول له بعد ما يخلص ويخزن كل حاجة، بدي أقول له دخل اسم الشخص أو رقم الشخص اللي بدك تعرف شو اسمه، فبدي أعمل input هان input enter the student student name to get the ID اللي بدك تجيب له ايش الاي دي تبعه، وهذا الكلام بتخزنه وين جوا؟ جوا بسميه اس نيم student name بتساوي كذا. الان من الدكشنري بدي اقول له برنت من الدكشنري مين؟ من النيمز اللي عند عند المكان مين؟ او دوت نيم دوت جيت، بدي اعمل جيت عشان لو دخل اسم مش موجود اعرف شو ارجع له، اللي وين مخزن؟ اللي عندي النيم، اللي عندي الاس نيم، اذا مش موجود بدي اقول له رجع له نوت فاوند، مش موجود الاسم اللي انت بتبحث عليه في الدكشنري، ملوش رقم عندي، تمام. انتر الستودنت نيم، الستودنت نيم انتر الستودنت اي دي، اسف الستودنت اي دي اللي بدي اجيب له الاي دي تو جيت النيم اللي بدك النيم تبعه، لو دخل لي اي اي دي مش موجود بدي اقول له ايش هذا ستودنت مش نيم، ستودنت اي دي، ستودنت اي دي، وهذا ستودنت اي دي، انا بالستودنت اي دي بقدر اجيب النيم، واضح؟ هاي طن بقول لي كم ستودنت بدك تدخل؟ اقول له ثلاثه، بدي اقول له بدخل ثلاثه ستودنت، الاول اسمه احمد ورقمه الجامعي 1 2000 2000 تن تن تن، الثاني اسمه علي فاصله هاي رقمه، الرابع اسمه محمد او الثالث اسمه محمد وهي رقمه فاصله رقمه وهي انتر، ايش قال لي لقيت؟ هي الدكشنري تبعتي، قال لي دخل الستودنت اي دي اللي بدك رقمه، نفترض انه انا عندي رقم 251 تبع علي صح؟ قلت له 251 251 هاي انتر، قال لي نوت فاوند، قال لي نوت فاوند، انا لازم ادخل رقمه، لازم ادخل رقم، الرقم مش الاسم يا جماعه، فعلا هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا ال ايش بدور دوت جيت، قال لي نوت فاوند لان انا دخلت له علي، طب علي كيف مخزن؟ كسترينج، اوكي دوت جيت تمام كسترينج، انا ببحث عنها كسترينج، اديته اياها انا كسترينج، كمان مره احنا بندور نيم دوت جيت اللي مخزن عند الاس اي دي هذا، ممتاز في هان سبيس، ملاحظين في هان سبيس لما دخلناه عشان هيك ما حصلش، فانا المفروض لما اخزن النيم اوف الاي دي دوت دوت
strip اشيل منهم الزيادات لازم اشيل كل الزيادات هاي strip ونفس الحال id.strip اشيل منه اي spaces في البدايه وفي النهايه شغل كمان مره لو كان في سبيس زايد عندي هان كم شيء قلت له عندي ثلاثة الأول اسمه أحمد فاصلة رقمه 1/2020/2020 الثاني اسمه محمد فاصلة رقمه رقمه بدون ما أحط ولا أحط له سبيس عاد ما إحنا راح نشيله 1/2000 الأفترض إنه رقم هيك متكون والثالث اسمه علي أو أهلي 1/1/1/1 أربعة واحد تمام قال لي هلقيت دخل انا بطبخ هان النيمز ماشي انا طابع هان النيمز ماشي قال لي دخل الاي دي للشخص اللي بدك اياه دخل له الاربع وحيد not found طيب هان ليش طبع هذا النيمز اوف الاي دي دوت ستريب ستريب هاي فانكشن صح جرب هيك بستريب هاي فانكشن بتشلق اقواسا نتأكد بس انه هيك الكلام شغال هاي علي فاصلة كذا كذا اها invalid for integer اها النيمز النيمز هي ديكشنري مظبوط هادي dot split او لا مش strip strip id dot strip طيب نشيل لحد هان عشان نتأكد بس من المشكلة دخلت له هذا الاسم وهذا الرقم في ايرور هان strip هاي ايش معنى وين ايرور هان انتر اوكي لازم ادخله في الاول يا جماعه عدد الطلاب انا اسف عدد الطلاب ثلاثه عندي ثلاث طلاب احمد انا كنت بدي له حاجه ويحاول الانتجر بدهش تعول رقمه خمسه وابراهيم رقمه سته 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 وعلي رقمه اربعه واحد تمام هيك تخزن ولكن هذه الستريب بيلت ان ميثود الاي دي هذه مش شغاله نجيب هيك يعني نقول الستريب هي عباره عن فانكشن نفس الحاجه نجيب ثلاثه يوزرز علي وهذا رقمه واحمد وهذا رقمه ومحمد وهذا رقمه تمام شغاله هيك لقيت ناخذ منه مين لقيت ناخذ منه اسم اليوزر نشغل كمان مره ناخذ منه الاي دي تبع اليوزر نفس الحاجه اقول له ثلاث طلاب احمد فاصلة ثلاث وحايد أو والتاني محمد فاصلة رقمه ثلاث اثنينات وعلي فاصلة رقمه ثلاث ثلاثات تمام قال لي دخل الاي دي اللي بدك تجيبه بدي اقول له اللي هو ثلاث ثلاثات قال لي علي ممتاز هيك اشتغل واضحة يا جماعة هاي هيك انا خزنت لكل اي دي من الاسم اللي مرفق معه طيب بدك تلاحظ شغلة ان انا لما خزنت الكي هو الرقم مش الاسم لانه الكي ها بتكررش الرقم ما بتكرر وهذا اللي انا بدي اياه لانه الكي لو تكرر واجي اضيف كمان مره مش راح اضيف له واحد جديد لو نفس الكي راح اضيفه على القديم راح غير قيمه القديم مقصد كلامي لو انا جيت خزنت زي هيك جيت خزنت هان هيك خزنته قلت له خزنت هيك النيم تستريب وخزنت الاي دي هيك خزنتها لو خزنتها بهذا الشكل شوف ايش اللي بصير جيت هان قلت له بدي ثلاث طلاب الاول اسمه علي رقمه 2 الثالث اسمه احمد رقمه 3 الرابع اسمه كمان احمد شوف ايش الشكل اللي حيتغير رقمه 5 بتلاحظ احمد صح خزناه مرتين بس مره واحده كتب اخر قيمه كتب اخر قيمه لانه كتبت احمد مرتين والكي هي احمد فهذا غلط ليش لانه بتكرر ما ينفعش كي يتكرر لحم مرتين فلا برجع بخزن الاي دي الكي بخليه مين الاي دي هذا الصح الكي هو الاي دي وهذا النيم فهمنا هيك تمام هيك لو دخلنا احمد رقم 3
هضرب عدد الطلاب، اول واحده 3 طلاب، دخلت له احمد رقمه كذا كذا كذا، ودخلت احمد كمان مره طالب تاني اسمه احمد ورقمه كذا كذا، وطالب ونفس الطالب الثالث اسمه احمد كمان، هيك 3 قيم لاحمد تتغير بس بارقام مختلفه، 3 طلاب اسمه احمد. تمام عادي بيقبل، لانه الكي هم ما تكرر، ومن الطبيعي ان الكي هم ما يتكررش، من الطبيعي ان الكي ما يتكرر لانه رقم جمع ما بتكرر. اذا كان نفس الطالب وحبيت تغير اسمه بينفع تغير اسمه. تمام. مثال اخير على الديكشنري، في عندي هذا الفايل بتكون من الاسم الاول للطالب، باقي اسمه ابوه جده وعيلته، رقمه الجامعي وايميله، واضح؟ الان بدنا نخزن هذا الديكشنري عشان نصير ندور على الطالب ومعلوماته من خلال مين؟ خلال الرقم. فبدنا نعمل فايل نسميه find by id، نسميه find by id، نجد الطالب اي طبعا. الان اول حاجه بدنا نقرا، نعمل اف هاند تقرا الملف، الملف مخزن عندي هان، شو اسمه؟ اسمه نيمز، هي نيمز دوت تكست، هي الملف اللي احنا بنشتغل عليه. بنروح بنقول له انت اوبن الفايل اللي اسمه ايش؟ اللي اسمه نيمز، الفايل اللي اسمه طبعا كتكست دوت تكست، كونه عربي لازم نحط انكودينج يساوي يو تي اف داش 8. الآن بدي ألف عليهم واحد واحد، بدي ألف على الأسطر واحد واحد. فور لاين إن أف هاند، لو كل سطر في الأف هاند. أنا بدي أجيب النيم اللي هو الفيرست نيم، الأف نيم تبعه، وبدي نجيب السر نيم اللي هو باقي اسمه، وبدي نجيب الأي دي تبعه، وبدنا نجيب مين كمان، وبدنا نجيب اللي هو الإيميل عشان نشوف كيف ترتيبه. خلينا نطبع الأسطر نشوف كيف ترتيبه بتساوي كذا، هذا الكلام نوقفه، نطبع اللاين نشوف كيف شكل اللاين بده يكون، نطبع اللاين عشان نشوف كيف شكلهم جايين. هي وقراء الاسطر. طيب هي الاسطر، الان بدي اقول له لكل لاين الاف نيم بيساوي الاف نيم، الاف نيم بيساوي اللاين اوف الزيرو. تاكد الكلام من هذا صحيح او لا، بيجي الطحان كل مره الاف نيم، تقول له كل مره اطبع لي الاف نيم تشوف هل هو الاسم الاول ولا لا. بس احنا ما عملناش سبلت، طب اللاين دوت سبلت على اي اساس؟ على اساس الفاصله، الفاصله بينهم فاصله، على اساس الفاصله افصل على اساس الفاصله وخذ اخر واحد، فصلها على اساس الفاصله جاب الاسم، هي الاسم الاول مهند، الاسم الاول تبع اول طالب مظبوط، هي مهند. الان بدي اكمل الاف نيم اول واحد. طيب المرة الجاية بدي اخذ مين؟ بدي اخذ السير نيم، السير نيم بده يكون مين؟ بعد ما نعمل سبلت على اللي هو الثانية اللي عند الواحد، بدي اطبع السير نيم، ها شوف هل القيمة هاي صحيحة أو لا. سير نيم وقف هاي، شوف هل كلامنا صحيح، فعلا هي الاسم، باقي اسم الطالب اللي هو الأول اسمه، هذا الملف اسمه أي، باقي اسمه احمد ابراهيم النمروطي. نكمل هان، لقيت بدي اجيب الاي دي، الاي دي نفس الحاجه بس بدل الواحد تكون اوف ايش؟ اوف التنين، والاخيره اوف ايش؟ الايميل اوف الثلاثه. هيك صار عندي الاسم وباقي وكل الاغراض تبعته. نشيل هذا الكلام طبعا، هذا الرجع نشيل عنه موضوع الكومنت، نجي نطبع حلقه هان برنت الاربع شغلات، الاف نيم فاصله، سير نيم فاصلة، الاي دي فاصلة، الايميل، نطبع هذول الشغلات اللي جبناهم احنا كلهم، شوف هل هذا كلام صحيح. مظبوط. هي لكل طالب في عندنا ايش فيها، في جملة برنت هذه بتشي اياها ونقفها هاي. تمام هيك احنا شغالين. تمام هذا كله كلام بدي اخزنه، بدي اخزنه ديكشنري الاسماء، بدي اروح اعمل هان ديكشنري فاضي اخزن فيه الاسماء، سمين نيمز بتساوي ديكشنري فاضي. لان في كل مره بده يخزن ايش، مين الكي؟ الاي دي اللي هي اللي بتتكررش، اللي هي ليش اللي بتتكررش، مش منطق احط الايميل لانه ممكن يتكرر، مش منطق احط الاي دي لانه ممكن يتكرر، السير نيم ولا الفيرست نيم، الاي دي. فبقول له نيمز اوف الاي دي خزن لي فيه مين؟ المعلومات الثلاثه اللي حكينا عنهم قبل شوي، خزن لي فيهم
طبعا دائما بينهم كونكات لانه هم سترينج، تخزينهم ثلاثه وبينهم كونكات. ايش اللي بيفصل بينهم؟ هو خلينا نحط فاصل، نرجع الفاصل زي ما كان، ماشي؟ نجي نخزن بينهم. يبقى هذا الكلام كان مش لازم نعمله، مش لازم نفصل، ولكن ما صرنا فاصلين بنستخدمه. بيساوي الاف نيم كونكات مع زائد كونكات مع الفاصله، نحط طبعا هنا سبيس وهنا سبيس، زائد كونكات مع مين؟ مع السير نيم، زائد هاي كونكات كمان مره مع الفاصله، وكمان كونكات لمين؟ للايميل. اوكي، الان بدي اقول اطبع النيمز في الاخير، بدي اقول اطبع النيمز بعد ما يخلص، اطبع كل النيمز، اطبع كل النيمز، شوف النيمز كيف شكلها. شوف هاي شكل النيمز. الاي دي تمام، ايش الاي دي عندنا؟ فيها سلاش ان. اوكي، نجي لما نعمل سبليت للايميل نشيل من سلاش ان، نعمل له ستريب للايميل عشان شايف فيها سلاش ان كان هي راحت. هي صار في عندي الاي دي، الاي دي هذا وين راحت؟ راحت ايهاب. اوكي، عند النيمز اوف الاي دي، الاف نيم السير نيم والايميل. من هنا بتبلش من البداية، نروح من البداية من هنا. هذا تبع إيهاب، بقيت مهند، هي مهند، وهذه اسمه، وهذا الاي دي تبعه، وهي ايميله، واضح؟ لأن لو قلت لك جيب لي صاحب الاي دي هذا، شوف مين شو اسمه، بتقول لي النيمز اوف هاي، مين حيكون؟ حجيب لي كل معلوماته، نشوف مين هو هذا، مين هذا الشخص؟ هو أمل أحمد أبو أحمد عبد عطية، هي ايميلها، نرجع نشوف هل في هذا الكلام مظبوط. هي أمل، هي اسمها، وهي رقمها مظبوط، رقم احنا دخلناه، وهي ايميلها مظبوط. زي هيك احنا قدرنا نخزنهم في الدكشنري. الان بدي اخلي الشخص اليوزر هو اللي يدور، هو اللي يدخل الانبوت، بدي اقول له دخل انبوت، بدي اقول له الاي دي، الاي دي تو فايند، الاي دي اللي بدك معلومات الشخص تبعه، راح يكون عباره عن انتجر، او بلاش انتجر خليها سترينج، انبوت من اليوزر بدي اخذها، انتر الاي دي، دخل الاي دي، والاي دي اللي بدخله هو اللي بدي احطه هنا. الاي دي اللي بدخله هو اللي بدي احطه هان، رجع لي، واضح؟ شغل الان. اللي دخل الاي دي، بدي اقول له الاي دي هذا الشخص. مين هو؟ المفروض يرجع لي فاطمه اكرم، صار مين؟ نشوف هل الكلام هذا راح يزبط؟ هي انتر، فعلا جابها. واضح يا جماعه؟ اللي هو هذا، واضح؟ هان. ندخل كم مره الاي دي هذا، قال فعلا هذه فاطمه اكرم محمد صيدم، هي الايميل تبعها. طيب نشوف كمان اسم تاني، نشوف هذا، هاي الرقم هذا، نشغل كمان مرة الكود، قلنا له هذا الاي دي تك. طيب لو دخلت له اي دي مش موجود حيرجع لي ايش؟ هذا اي دي مش موجود اكيد، حيديني ايرور لانه مش موجود. فبدل ما اقول له هيك بقول له جيت دوت جيت، بستخدم الجيت فانكشن اوف هذا، واضح؟ وبقول له لو كان مش موجود رجع ID is not found. الID مش موجود. جيت هاي اشتغلت تمام، هذا قال لي تمام، ادري مين صار مين. جيت لو دخلت له ID مش موجود قال لي ايش؟ ID is not found. واضح يا جماعه؟ بتمنى تكون واضح الدكشنري لكم باستخداماتها الكثيره والمفيده. بشوفكم ان شاء الله في محاضره المناقشه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.